في الموصل المدينة التي لم تنفض عنها غبار الحرب وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها لثلاثة أعوام خلت، يعزف الشباب عن الزواج بسبب البطالة والركود الاقتصادي والخوف من المستقبل المجهول وقلة فرص العمل، وإن وجدت فتكون منخفضة الأجور، لذا بات الكثيرون بلا عمل ولا أمل. حلم تكوين الأسرة صار اليوم بعيداً عن تفكير الشاب العراقي، وبالتالي فإن ضريبته ارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات، ويبرر الكثير من الشباب عزوفهم هذا إلى ارتفاع المهور ومطالب أهل الفتاة وغلاء المعيشة، وكلها بالتالي تؤدي إلى الهرب من الفكرة نفسها. وإحنا كشباب نريد نتزوج، ما عندنا شيء، يعني يريدون منا ذهب شيء خيالي، وفلوس ما عندنا، يعني شغل ماكو، رادنا دعم، رواتب ماكو، هذا الموضوع. الشاب ما عنده فرص عمل ضئيلة، تعرف أنت بالمجتمع، ونحن متحررين جداً، فريد تسهيل أمور لهاي الشغلات. ما الحجية تقول والله، ولا الحج يقول والله أريد لبيت ملك، ولا أريد فلان شغلة. أهم شيء هو الواحد يأخذ الأخلاق، ما يأخذ إلا واحد طلع أخذه هو زنقيل وطلع مع البنت ما زين، إيش راح يسوون بتاليها؟ سوق الصاغة الذي يقع في مركز مدينة الموصل والذي يعد من أقدم الأسواق شهد تراجعاً في المبيعات بسبب الوضع المادي السيء الذي تعيشه المدينة. بالنسبة للذهب، يعني إقبال الناس عليه صار بهذا الوقت يعني إقبال جداً ضعيف من ناحية كزواج أو مهوج أو نيشان، خلينا نقولها بالعامية. أغلبية الناس تشتري الذهب يعني بس مجرد أنه تحجي فلوسه، أو مثلا يعني مجرد للخزين لا أكثر ولا أقل. بالنسبة للمهور أو النيشان، يعني أغلبية الناس، أو ما أغلبية، ما يصير نقول أغلبية، لكن بعض الناس يعني يكون طلبهم على الولد شوية طلب ثقيل، يعني فما الغيح والجي يطيق مثلا يوفق هكذا مثلا طلبات أو هذه، وكل أسبابه يعني أنه أغلبية الشباب أو 90% من الشباب قاعدين بلا تعيينات وشغل ضعيف، يعني ما مثل قبل. وتمنى الصاغة من الأهالي التخفيف من حدة المطالب التي تثقل كاهل الشاب الذي يحاول جاهدا رغم الظروف ابتداء حياته وتكوين أسرة. نتمنى أنه يعني أهالي الولد البنية يساعدون الشباب، شغل ماكو، يعني كأسعار تطلب أهالي 40 مثقال 30 مثقال 50 مثقال، يعني إذا شغل تعبان وشغل ماكو، يعني الشباب منين يقدرون يجيبون هالمبالغ هاي؟ نتمنى إنه يساعدون الشباب حتى يقدرون يسعون بالزواج، يقدرون يكملون حياتهم، يكملون نصفهم الثاني، هاي الشغلة لا أكثر ولا أقل. فنتمنى يعني إنه تصير هاي المساعدة يعني بين الناس، لأنه يعرفون الظروف والحال اللي مرينا به أهالي الموصل، يعني فد شيء مو سهل، يعني شيء مو هين. أسعار الذهب غالي، يعني مو قليلة، فمساعدة حلوة يعني تكون. فإن شاء الله إن شاء الله يعني يستمعون الناس والأهالي، وإن شاء الله يساعدون الشباب في حال أن يكملون حياتهم ونصفهم الثاني. ويعد العراق من البلدان التي تعاني ارتفاع تكاليف الزواج في ظل البطالة المستشرية بين الشباب، ما يجعل أحدهم يقضي شبابه بالبحث عن عمل أو وظيفة إلى أن يجد نفسه كاهلا ولم يتمكن من تأمين ذلك المستقبل الموعود. باحثون في التنمية البشرية قالوا أن فوبيا الزواج قد تتحول إلى ظاهرة، وبالتالي سنخسر جيلا كاملا من الشباب والشابات، وهذا بالتالي يتطلب وقفة جادة من المنظمات الاجتماعية والحكومة. بين تحديات الحياة ومتطلباتها تجهض أحلام الشباب، ويبقون يصارعون من أجل البقاء فقط، فلا طعم ولا أمل يدفعهم إلى الأمام، فيبقون يراوحون مكانهم أو يتراجعون إلى الوراء.